خير للكل. يعني صرنا 3 أدار 2013، عم تتخيلوا أنه صرنا لشهر أدار؟ يعني امبارح كنا شباط ومن كم يوم كنا بالسنة الأولى، هيك بنغمض عين ومنفتح عين بنلاقي أنه الوقت عم يقطع كتير بسرعة، ما بنعرف وين صرنا. على كل حال بهالفترة من السنة كتير من الأشخاص بيستعملوا كلمات دايما بعيدوها متكررة، مثل الجيم، دايت، سولاريوم. بدنا نسمعهم هول الكلمات كل الوقت. ليه؟ لانه قربت الصيف. بما انه قربت الصيف ببلش السبور، ببلش الواحد يخفف من الاكل. يا ريت نتذكر هذه الخبريه كل السنه، بس يمكن قبل ما توصل الصيف بشوي نتذكر نعمل هيدا هيدا الشيء. فاللي بيصير انه من شوي انا طلبت من جان انه ياكل معي يعني نص كعكه، ومش بيقول لي ما عم باكل عجين، عم يعمل جيم. انا جيم و كملي كملي. طيب انت ليه بتحضر هيك فجاه؟ ما عم بستوعب. كملي. على كل حال لكل الاشخاص اللي عبيلهم يعرفوا شو بتتضمن هذه الحلقه، رح نعرف شو بتتضمن، بس بدي اذكركم بمواقع التواصل الاجتماعي. فيكم تواصلوا معنا عبر الفيسبوك www.facebook.com/عالم.الصباح، وكمان اذا بدكم على تويتر الخاص فينا @عالم الصباح، ولكل الاشخاص اللي بدهم يتواصلوا معنا عبر الايميل الخاص بعالم صباح عالمصباح@future.com.lb. واذا حدا عبيله يشوفنا مباشره على الهواء ويشوف حضورنا القوي انا وجان الصبح حد بعض، فيكن على www.future.com.lb. ولكل الاشخاص هلا اللي بدهم يعرفوا شو تتضمن هذه الحلقه بنشوف سوا. بحلقة اليوم من عالم صباح منتابع الأبراج مع كارمن. بيع يوتيوب جون محضر لنا توب 5 المقالب، شو هي آخر أخبار الموسيقى والأغاني العربية والأجنبية؟ الجواب كمان مع جون بعغير موجي. وبخصوص الجمال مع جاي نصار وشد الوجه والعناية فيه من روما. وقفة خاصة مع ميرا كلي وموضوع الحلقة Conference and Event Management. هيدي فرصتك لتعرف أكثر على فرص العمل ونصائح مهنية من خلال شركة برايم جوب. بجيل توب منتعرف على كل أنواع المواهب، واليوم باستوديو طلاب عم يحكوا عن المحافظة على البيئة. بندقية بالشوكولا وسمسمية مع شيف مازن ورشة ملح. رح نبدأ مشوار عالم الصباح اليوم معكم. بدي أقول قبل صباح الخير للشيف مازن. كيفك اليوم؟ يعني شو حلو أنه عم بحكي على الدايت وعم بحكي أنه جاي الصيف كله بلش شد جسمه على يميني. شوفي حلويات البقر. كيفك شيف؟ تمام؟ تمام. كيفك جون؟ كيف؟ شو رح تعملنا اليوم شيف؟ كنا نصبح اكيد المشاهدين. اليوم كله للدايت، اليوم ما في شيء بنصح. كله للدايت، واضح. بقشطه وبجبنه وراسماليه وبندقيه بشوكولا وسمسميه. الله يخلينا هيك، يعني نحن بنحب وجودك وبنحب الكالوريز الموجودين معنا بالهيدا، وانت اول واحد اليوم رح تاكل من هونيك بما انه مقاصص. ابراج كارمن والابراج باول فقره، خلينا نشوف شو بيتضمن اليوم حظنا. صباحكم الخير، يوم الاحد 3 اذار مارس. من امبارح القمر مرافقنا من برج مائي برج العقرب، جو جيد جدا للابراج المائيه موالي برج العقرب، لانه القمر ببرجها موالي برج الحوت وموالي برج السرطان. نهار كثير مهم ما تضيعوه عليكم. كيف رح بتكون كل الابراج؟ خلونا نبدا ونشوف أبراجنا كيف رح بتكون. ومنطلقين من برج الحمل يلي نهاره متعب لمولود برج الحمل، في مساعي كتير ليظبط أموره، في مساعي كتير لحتى يهتم بحاله. أوراق بدك تمضيها انتبه لتفاصيلها، ما تزد حالك زد وما تتسرع، بكرة أفضل من اليوم. وبعتبر المولود الأكثر تعبا حاليا 26 ل 29 أدار مارس، فكونوا حذرين. منكمل مع البرج الثاني يلي هو برج ترابي برج الثور. انهاره اليوم متقلب مثل طباعك مولود برج الثور، يمكن منرفز مكهرب، يمكن تنزع انت اي صفقة او اي اجتماع، تطلع بالنتيجة متوتر ومنك هالقد مرتاح. بعد عن المشاكل وانتبه ما يصير في قطيعة او جفا بينك وبين احبائك او حتى الغرباء. 1-2-3 ايار مايو كونوا حذرين، انتو الاقل حظا اليوم. منكمل ابراجنا مع البرج الثالث يلي هو برج هوائي. خلونا نجرب برج الجوزاء. مولود برج الجوزاء في شوية ضغط عليك، في شوية متطلبات عليك، وكأنه الأمور من حولك اليومية كان دراسية أو اجتماعية أو منزلية أو شو ما كان، وكأنها هيك شوي والعاني. لكن بقول لك أنه اليوم أحلى من بكرة، فنصيحة ما تأجل لبكرة اتصال
او زياره او مساله بدك تشتغل عليها، دقق كمان بوراقك وما تطلع من بيتك من دون كل ورق. المحظوظ الوحيد يلي نوعا ما عنده شويه حظ 29 و30 ايار مايو. بنكمل الابراج مع البرج الرابع يلي هو برج مائي برج السرطان. نهارك رائع، نهارك جيد جدا، نهارك مميز استثنائي، خاصة إذا عندك عمل مهم. قوي قلبك وكمل وما تتراجع، ما تخاف من شيء، كرر كل المحاولات، كمل، كون لجوج اليوم من الأيام الإيجابية والأوفر حظا. خاصة 3-8 تموز يوليو أنتو الأكثر حظا. منكمل الأبراج ومنروح للبرج الخامس يلي هو برج ناري برج الأسد. مولود برج الأسد هالمسألة العائلية أو الشخصية اللي ملبكتك، اللي عم تخليك تتقدم أو عم تخليك تضل بهالدوامة، اليوم نوعا ما بتشتغل عليها وبترتاح منها بكرة. خود وعطي، المسائل بدها اهتمام، يمكن أحد أفراد العائلة مريض ومشغول فيه، ويمكن في قصص صحية أو منزلية ملبك فيها. طول بالك وما تنرفز على حدا وما تنزع علاقاتك. بيبقى الأقل حظا نسبيا هو مولود شهر تموز يوليو. منكمل الأبراج ومنروح للبرج السادس يلي هو برج ترابي برج العذراء، ويلي نهاره اليوم نوعا ما لافت، نوعا ما بيحمل خبرية، في حركة، في حركة، في نتيجة، في مجال حتى إذا أنت هميتها تلاقي بالمقابل نتيجة. حاول مولود برج العذراء تكون واضح بكلامك بكتاباتك بامتحاناتك لحتى ما يصير في سوء تفاهم. ونصيحة، اليوم أفضل من اليومين المقبلين. بيبقى الأكثر توترا 14-15-16 أيلول سبتمبر، كونوا حذرين. ننتقل هلأ للبرج السابع يلي هو برج هوائي برج الميزان. مولود برج الميزان نهارك مش عاطل، نهارك في حركة، في نوع من مبالغة أحيانا بمصروف معين أو بتقييم لمسألة معينة. حاول ما تكون كتير قاسي مع حالك إذا عم بتقيم أوضاعك، وحاول أيضا تكون كريم يمكن بتقييمك للآخرين. نهار جيد ونوعا ما متقلب في الوقت نفسه، فكون حذر وكون دقيق وكون معتدل، الموضوعية والمنطق اليوم بيساعدوك. بيبقى الأكثر حظا 1-2-3 أكتوبر. ننتقل للبرج الثامن يلي هو برج مائي برج العقرب. نهار رائع جدا لموالي برج العقرب، بانتظاركم فكرة جديدة، طرح جديد، خبر، بيرن السلولار اركدوا وردوا عليه، ما تتركوا ميست كولز وما تردوا عليها. نهار بيحمل إيجابيات، بيحمل تطورات، وبيحمل صفحة من الماضي لورا ما بقى ترجع، وبيحمل شيء جديد. بيبقى الأكثر حظا مولود 5-6-7-8-9 تشرين الثاني نوفمبر. ننتقل هلأ للبرج التاسع يلي هو برج ناري برج القوس. نهارك اليوم مولود برج القوس مثل امبارح، عطيتك علامة صفر لأنه ما في إيجابيات، ما في أخبار، ما في نتائج واضحة، بالعكس تماما في ارتباك، في تعقيد لبعض الأمور، وفي التباسات وسوء تفاهم. نهار مربك، متعب ومعقد، فبعد عن الأمور المهمة اليوم، أجلها لبكرة وبعد بكرة، هيدي النصيحة. وبيبقى الأكثر تعبا اليوم مولود ديسمبر كانون الأول. ننتقل هلا للبرج العاشر يلي هو برج ترابي برج الجدي. نهار حلو، نهار جيد، نهار في ناس بتزقف بتشجع، ناس توقف لجنبك، في وضوح في التعامل مع الاخرين، وافضل بكثير من اليومين المقبلين. حاول انك تنتمي لجهه، لفريق، او لحتى تتسلى وترفه عن نفسك. الاوفر حظا مواليد ديسمبر كانون الاول، بنضيف عليهم 1-2-3 كانون الثاني يناير. ننتقل لبرج هوائي برج الدلو. نهار متعب لمولود برج الدلو، متطلب، مهم جدا، كل الاضواء عليك، على اخطائك وعلى ايجابياتك، فانتبه، حاول تقدم شيء جديد، حاول ادائك يكون استثنائي اليوم، ما في حلول وسط مثل ما قلت لك امبارح. وبيبقى الاكثر حظا 28 و29 كانون الثاني يناير. ننتقل لاخر الابراج يلي هو برج مائي برج الحوت. نهاره رائع مولود برج الحوت، تدخل تحت مظله كثير حلوه ايجابيه من الحظوظ، بدك تكون قوي، لكن مطلوب منك تكون موضوعي لحتى كل هالطاقه الحلوه ما تروح ديعان. حاول تعرف شو بدك وين رايح، واليوم اريح واكثر حظا من بكره. يبقى الاوفر حظا مولود شباط فبراير، كن حذر جدا، 1-16 اذار مارس. بختم مع مولود اليوم، بقول له لمولود اليوم بانتظاره سنه كثير مهمه،
مش شوي، سنة كتير مهمة، فيها تقدم، فيها رؤية إيجابية لبعيد. أدار مارس، تموز، يوليو، نوفمبر، تشرين الثاني أفضل الأشهر. هيدي كانت الأبراج لليوم، نتمنى للجميع نهار موفق. إلى اللقاء بكرة مع أبراج جديدة. باي باي. شرفك طيب. طب وقوم مشاهدينا، منكمل فكرات عالم الصباح معكم بعد الإعلان. تعلمت على الوقت ولا اوكي سوري.